هاي لوفز، ويلكم باك تو ذا شانل. ان شاء الله تكونوا بألف خير. قبل ما نبداو فيديو مع البنات، بغيت نقول لكم سمحوا لي بزاف انه هاد الجوج ديال الاسابيع اللي فاتوا ما طلعت لكم حتى شي فيديو. بعض المرات كيتجمعوا لي الحاجات وكيجيني شويه صعيب نصاوب فيديو ولا نطلعو، مي انا رجعت لكم البنات. وفيديو اليوم غنهضر لكم على واحد المنتج اللي ماشي جديد، معروف وكاين بزاف في الانترنيت، واللي معروف البنات بزاف بانه كيعالج الشعر اللي كيكون متضرر، واللي هو البنات اولابليكس. انا نهضر لكم على هاد الماركه والمنتجات اللي عندهم، وعلاش انايا استعملت غير هذا بوحده اللي هو اولابليكس نمره 3، وافضل طريقه باش تستعملوه، واهم شيء واش كيخدم البنات ولا لا. اولابليكس تشهرات لانها اخترعت واحد المكون اللي مشجله بطبيعه الحال، اللي نخليكم سميتو هنا لانه شويه صعيب اني نعقل عليه. هذا المكون كيعالج الروابط ديال الشعر اللي كتكون مكسوره، وهذا هو اللي كيخلي البنات انه الشعر كي تعالج من الضرر اللي فيه. هاد تريتمنت البنات مكون من 8 ون 9، لانه النمره 2 فيها 2 ديال البرودويات، سنقولوا انه مكون البنات من 9 ديال المراحل، 9 ديال الستيبس. وقبل ما نبداو في هاد الفيديو البنات، نبغي نصيفط تحياتي لشيماء حبيبه، لوف يو سو ماتش. بزاف المرات كنلقى القلوب ديالك في الفيديوهات، راه كنلاحظ البنات كنلاحظ الكومنتات ديالكم، ومني شي واحد كيكتب ليا فكذا فيديو راه كنبقى عاقل على السميه. ربي يخليكم جايز، والله يو ار سو كيوت، والكومنتات ديالكم كيوصل لي القلب صراحه. النمره 0 اللي هي انتنسيف بوند ويلدين هير تريتمنت، كيتستعمل كبرايمر لهذا اللي هو النمره 3. هاد النمره 0 البنات كيخصو يتستعمل مع النمره 3، يعني ما يمكن لكمش تستعملوه بوحدو، ما غاديش يكون عنده معنى، خاصكم ضروري تستعملوه مع هذا لانه بحال برايمر. بحال البنات حطيتو برايمر لوجهكم وما حطيتوش الفونديشن من بعد، نفس الشيء. يساعد على انه هاد المرحله هادي البنات اللي هي النمره 3 تخدم بعمق في الشعر ونشوفوا النتيجه احسن. ثاني ستيب ولا ثاني مرحله كنلقاو البنات النمره 1 و2، هادو عاده كتستعملوا عند الكوافوره، هي اللي كتحط لك هاد التريتمنت، هاد المرحله بجوجهم، ولكن كيتباعوا حتى كيت وتقدروا تشريهم نتوما بنفسكم. انا كنظن هادو هما اغلى وحدين فيهم كاملين، ولكن البنات الا كان عندكم الشعر متضرر بزاف 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 ننصحكم بهم، لانكم غادي تشوفوا الفوائد منهم بزاف. النمره 3 اللي هي هير بيرفكتور، اللي شريت واللي مجربه، كيعالج الاضرار الحاليه في الشعر، كيحمي الشعر باش نجنبوا اضرار في المستقبل، وكيعاوننا على جفاف الشعر وعلى الفريز. النمره 3 البنات كتستعمل ك تريتمنت من بعد ما كتستعمل النمره 1 و2، كيعطيوكم هذا باش كديوه للدار بحال اللي كتبه هنايا البنات تيك هوم. هذا من بعد ما كتكونوا استعملتوا النمره 1 و2، كتاخذوا معكم النمره 3 للدار باش كتبقاو كتستعملوها من مره لثلاث مرات في الاسبوع، على حسب الضرر ديال شعركم. يا كان شعركم ما متضررش بزاف، ما كاين لاش ديروا المرحله الاولى والثانيه، دوزوا ديريكت للمرحله 3، يعني النمره 3 حتى هو غادي تشوفوا منه النتيجه من غير ما تستعملوا النمره 1 و2. وكلما الشعر ديالكم متضرر اكثر، كلما تشوفوا النتيجه اكثر. بطبيعه الحال ما غاديش تشوفوا النتيجه بحال اللي استعملتوا النمره 1 و2، ولكن هو بوحدو كتشوفوا منه النتيجه البنات، غير خاصكم تستعملوه كذا مره. النمره 4 البنات هو الشامبو عادي، اللي هما كينصحوا انكم تستعملوه خصوصا يا استعملتوا المرحله 1 و2. بحال قلت لكم يا كان شعركم متضرر بزاف، نصحكم تشريو من المرحله 0 حتى المرحله البنات 5، ولا من النمره 0 حتى النمره 5. والنمره 5 هو كونديشنر عادي حتى هو، كتستعملوه من مورا الشامبو، كيرطب الشعر، كيعالجو، كيحيد الفريز. النمره 6 البنات هي بوند سموثر، هذا بحال ماسك ما كيتغسلش، كتحطوه وكيعاونكم على الفريز لمده 72 ساعه، كيقوي الشعر وممكن لكم تستعملوه حتى كهيد بروتكت. النمره 7 ولا المرحله 7 هي بوندينغ اويل، هو واحد زيت البنات اللي كيعاون على الفريز، كيرطب الشعر، كيعطي اللمعان، ويمكن لكم تستعملوه كواقي الحراره لدرجات كتوصل حتى ل 450. الصراحه البنات انا هاد زيت فكرتني ناخذو على هاد او اخر حاجه قلت لكم ديال كانه واقي الحراره كيوصل حتى 450، خصوصا فاش كنصاوب شعري بالبيبيليز. شفتوا البنات وعجبني واستعملته وعجبني، عندي لكم عليه الريفيو ان شاء الله. كينصحوا انكم تستعملوا النمره 6 والنمره 7 مع بعضياتهم، وانا سمعت بزاف ديال البنات تستعملوهم بجوج، خصوصا ملي كيصاوبوا شعرهم بالبيبيليز وهاد الاشياء اللي كيكونوا اللي كيستعملوا الحراره باش يصاوبوا لكم الشعر، وكيقولوا ان البنات كيحمي الشعر مزيان. سو يا بغيتو تجربوهم بجوج مع بعضياتهم، سمعت عليهم انا الريفيوز زوينين بزاف. والنمره 8 اللي هو بوند انتنس مويستر ماسك، ماسك البنات كتحطوه الشعر من بعد ما استعملتو الشامبو والكونديشنر. صراحه ما سمعتش عليه بزاف ديال الناس استعملوه بحال اللي استعملوا المنتجات الاخرين، سو ما نظنش انه شي حاجه مهمه بزاف صراحه، ولكن هذا غير الراي الخاص. انا استعملت غير النمره 3 لانه
واخا نستعمل البنات نمره 1 2 3 0 و4 5 ما غاديش يكون عندهم معنا بزاف، لانه شعرينا ما مضررش بزاف لدرجه انه خاص نستعمل هاد المرحلات كاملين، ما غاديش نشوف شي فرق كبير. داكشي علاش البنات استعملت غير النمره 3 باش بحال اللي قلت لكم خصوصا نستعملو فاش كنكون يلا صوبت شعري بالبيبلت وغادي نغسلو، كنستعملو باش يعالج لي داك الميني ضرر اللي درت لهذيك المره اللي صوبت فيها شعري. وعجبني بزاف الصراحه البنات، وعندي الناس اللي كنعرف حتى هما استعملوا وعجبهم، عندهم الشعر متضرر اكثر مني واستعملوا اكثر من منتج وعجبهم البنات ولا البراند عجبتهم اولا بلاكس. داكشي علاش البنات قررت اني ننصحكم بها، لانه كاينين بزاف البنات كيكتبوا لي انا شعرهم متضرر بزاف وشنو يديروا. تقول لكم اسرع طريقه باش تعالجوا شعركم، النمره البنات 0 1 2 3 هما الوحيدين اللي ما فيهم لا سيليكون لا بارابين لا سولفات، ويمكن لكم تستعملوهم على شعركم. وانا كنظن انه هادو بالاخص النمره 1 2 3 هما اهم وحدين في البراند كامله، يعني داكشي الاخر كله غير زايد. anyway البنات هذا كان واحد الريزيوم ملخص صغير باش تعرفوا شويه على الماركه والمنتجات اللي عندها واش المنتج يصلح لكم. بحال اللي قلت لكم يا كان شعركم متضرر بزاف مهلوك كيتهرس كتبغوا البنات بزاف كديروا له البيبيليز بزاف، نصحكم البنات تستعملوا من 0 حتى 5 بحال اللي قلت لكم. يا كان شعركم صحي ولا هادي شحال البنات نتوما كتخليوه صحي، يعني ما كتضروش بزاف، يعني ممكن مره كل شهرين 3 شهور عاد باش كتصاوبوا شعركم، نصحكم تستعملوا النمره 0 والنمره 3. اما كان البنات شعركم ما متضررش تقريبا غير شويه داك الشويك اللي باقي وخاصكم شي حاجه اللي تخليه لكم هكا مزيانه، ولا بغيتوا شي حاجه اللي تعالج لكم شعركم ديك مره اللي كتصاوبوا فيها شعركم بحالي انا، استعملوا البنات غير النمره 3 بوحدها. دابا غادي نخليكم مع الفيديو باش تشوفوا كيفاش كنستعمل النمره 3، وغادي نشرح لكم تما مزيان كيفاش كيتستعمل هذا. انا ما جربت حتى شي واحد فيهم البنات، جربت غير النمره 3 بوحدو، يعني نقدر نعطيكم رايي 100% غير على النمره 3 اما الاخرين. المهم اول حاجه غادي نقولها لكم ما تتخلعوش من الفرق ديال اللون ديال البشره ديالي، غير البنات هذا الفيديو اللي كنوريكم ديال فاش حطيت الكريم على شعري درتو البنات تقريبا هذه الشهر، ومؤخرا مشيت للبحر وخديت تان، داكشي علاش اللون ديال البشره تشوفوه مختلف بزاف، ماشي دايره شي فلتر ولا والو. قبل ما ننسى الاثمنه ديال المنتجات وفين تقدروا تلقاوهم غادي نخليه لكم في صندوق الوصف، انا ديما البنات كنخلي لكم الاثمنه ومنين كنشري المنتجات في صندوق الوصف. كنظن بزاف منكم ما كتشوفوش داكشي علاش من بعد كتجيو في الكومنتات وكتسولوني، ديما البنات تشوفوا صندوق الوصف ديما تلقاو تما الانفورميشن ديال جميع المنتجات. يا كنتو غادي تصبغوا شعركم كينصحكم تستعملوا اولا بليكس نمره 3 3 ايام ولا 4 ايام قبل ما تصبغوا شعركم باش كيحميه لكم وكيقويه لكم. المنتج خاصكم تستعملوه على الشعر يكون توسخ لكم، ولكن ما تكونوا حاطين فيه حتى شي منتج. هذه هي البنات اصعب حاجه بالنسبه لي، لانه انا شعري يا ملي كيتوسخ ونكون غادي نغسلو ضروري نكون حاطه فيه ليفين كونديشنر ولا كريم ديال ستايلينغ ديال الشعر، سو اني نخلي شعري حتى يتوسخ وكيتعطل باش يتوسخ وما نكون حاطه فيه حتى شي منتج شويه صعيبه. ولكن شنو درت، غسلت البنات شعري خليته 4 ايام 5 ايام، لانه شعري ما كيتوسخش ليا البنات ما كيتوسخش والو، كيتعطل بزاف باش يتوسخ. غادي نعطيكم واحد الطيب يا كنتو باغين تستعملوه وما باغينش تسناو بحال هكاك، ولا ما تقدروش تخليو شعركم بلا ما تحطوا حتى شي منتج لمده اسبوع ولا 3 ايام 4 ايام. ملي تكونوا تستعملوا اولا بليكس غسلوا شعركم بشامبو وما تستعملوا لا كونديشنر لا ماسك لا زيت والو، غسلوا شعركم غير بشامبو البنات، خرجوا من الدوش نشفوه غير شويه وديك الساعه تقدروا تحطوا المونتاج، لانه خاصو يتحط على شعر يكون فازك ولكن ماشي كيقطر بالماء، غير يكون فازك يعني فيه الرطوبه. فرقوا شعركم على كذا اجزاء باش تقدروا تحطوه مزيان، لانكم خاصكم تحطوا البرودوي مزيان على الشعر كامل. انا فرقته البنات على 8 ديال الاجزاء، غير ما وريتكمش كل طرف كيفاش كنصوب باش ما غاديش نطول عليكم الفيديو بزاف، وحطيت كميه كبيره في كل جزء، يعني ماشي تحطوا بزاف لدرجه انه غادي كتضيعوا المنتج، ولكن حطوا مزيان يعني ما تحطوش غير شويه، بحال تحطوا شي كريم ولا شي كونديشن حطوا البنات مزيان، بحال شي ماسك عميق حطوا بحال هكاك عمروا الشعر مزيان. وتقدروا تقربوا هذا المنتج الفروه ديال الراس ديالكم، ماشي تقدروا خاصكم تقربوها للفروه، ما تقاسوش الفروه لكن قربوها بزاف باش يعالج لكم البنات حتى
الشعر اللي كيكون قريب من الفروة ديال الراس. كينصحوكم تخليوه على الاقل 10 ديال الدقائق، ولكن منتج بحال هكا البنات صراحه حرام انكم تحطوه غير 10 ديال الدقائق، حطوها البنات وخليوه لساعات. خاص يكون نهار اللي ما غاديش تخرجوا ما عندكمش شي حاجه ما ديروا، تحطوه وتخليوه 3 4 5 ديال السوايع. انا بحال اللي قلت لكم كنخليه ملي كنصوب شعري الليل كامل، خصوصا اذا كان شعركم متضرر على الاقل خليوه شي 4 ديال السوايع. بحال اللي كتشوفوا في الفيديو، ملي كنكمل الطرف ما كنحط فيه زعما البرودوي، كندوز عليه بالمشطه باش حتى نسيت شي بلاصه ما حطيتش فيها ولا ما وصلش ليها البرودوي مزيان، بالمشطه البنات كنوزعو مزيان على الشعر، وبحال هكا كنتاكد بانه الشعر كامل فيه البرودوي. ملي كملت البنات جمعت شعري ولويته بواحد البلاستيك، هذا اللي كنوريكم بزاف د المرات، باش المنتج كيطلق المفعول ديالو احسن. خليته 4 ديال السوايع ومشيت غسلت شعري، وبحال اللي كتشوفوا خلى ليا الشعر لامع من غير انه كيبان صحي اكثر، ومني صاوبته ديك العشيه البنات الشعر كيبان احلى. بحال اللي شفتوا البنات سهل بزاف الاستعمال ديالو. غير نقول لكم واحد الحاجه، انا ملي كنكون نستعمله من مورا ما صاوبت شعري بالبيبيليز كنديرو كنخليه الليل كامل باش كيخدم ليا في شعري البنات مزيان، لانه شعري يتضرر اكثر من العاده. هذا البنات انا كنستعملو مره في الشهر، من غير يكون داك الشهر صاوبت فيه شعري اللي غادي نستعملو جوج ديال المرات في الشهر ماشي في الاسبوع. ما كنصاوب شعري البنات بزاف، كنصاوبو مره ولا جوج في العام وعجبني. كنظن انا هذا قديمه كنستعملو من مورا ما نصاوب شعري، نبقى نحط هذا كماسك الليل كامل. وهذا ما كان البنات فيديو اليوم، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم. يعني عندكم اي سؤال ما تنساش حطوا ليا لتحت، بحال ديما تهلاو في راسكم بزاف، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.